بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم مستر محمود عبد الله، وان شاء الله دلوقتي هناخد جزء بسيط جدا متبقي في ليسن 1 يونت 2 كونكت 5 عن السبورتس. طيب ده الايه اللي هو اللانجوج فانكشنز، الوظائف اللغويه اسمها ايه؟ لانجوج فانكشنز. طب ايه يا مستر المنظر ده؟ ده الاساس بتاعك. انا اصلا كده كده شرحت وناقشت معاك اللانجوج فانكشنز، هديها بس ايه بتفاصيل شويه بسيطه، فده برده يعتبر اللي انا عملته ده خلاص language functions. طيب يلا بينا. هو بيقول لك هنا في language functions expressing likes. يعني ايه expressing likes؟ التعبيرات عن الحاجات اللي انت بتحبها، الايه المفضلات بتاعتك، الفيفوريتس. ما انت عارف، ما انا قلت لك اهو بسم الله لايك. ايه تاني يا مستر؟ شاطر، لاف، بلس ايه يا مستر؟ ما احنا قلنا، هو قال لك هنا فيرب اي ان جي، وانا بقول لك كمان ايه noun. I like love playing football. I like love football. يبقى هنا اهو like love ing like love النون بس football. يبقى دي ايه؟ language function. Expressing agreement، التعبير عن الموافقة في الرأي. انت عرضت عليا let's go and play مثلا football. Yes awesome. خلاص اهو رائع، موافقة. تمام. Why not؟ ليه لا؟ طب expressing هنا agreement بيقول له ايه؟ I love squash. انا بحب. I love الشيء. اهو راح قايل له ايه هنا؟ قال له so do I. يبقى هنا يقول له I love so do I. وانا كمان I like so do I. I play، ولو انت كمان بتلعب so do I. I watch، انا بتكلم عن نفسي. وانت بتتفرج على نفس اللي انا بتفرج عليه تقول لي ايه؟ سو دو اي. يبقى اي والانفينيتيف الفيرب بقى، ايا كان الفيرب اللي الشخص بيعمله وانت بتعمل زيه تقول له ايه؟ سو دو اي. اي ايت، سو دو اي. خلاص. اي سليب، سو دو اي. اي درينك، سو دو اي. تمام. واحنا قلنا ان سو دو اي بتساوي، انا ضفت لك وهو قالها هنا ذكرها هنا، ان سو دو اي هنا ايكوال ايه؟ مي تو، انا كمان. خلاص. وانا ايضا. طيب بس يبقى اي لاف سكواش مي تو، اي لاف فوتبول سو دو اي، اللي هو ايه؟ الاجريمنت. طيب هو قال لك هنا ذكر اللي هو ايه؟ الادجكتيف في الكومبيرتيف، والكومبيرتيف بتاعها انا هنزل بفيديو انا كنت شرحته قبل كده، فهنزل بيه. هو كده كده هيتكرر ان شاء الله في اليونت دي، اللي هو ايه الكومبيرتيف والايه السوبرليتيف ادجكتيفز، صفات المقارنه. طب ما انا عايزك تعرف بس هو بيقول لك هنا ايه؟ اهو اي ام جود ات سكواش مثلا، اهو بص انا عايزك تعرف اصل الصفه الاول، هعمل لك جود ات. جود بتاخد معاها ات، بس هركز على دي الاول. ممكن اقول لك احمد از جود، تمام، وتبقى عارف اللي هو مثلا ايه ات بلاينج فوتبول. طيب يبقى هنا اهو احمد از جود ات بلاينج فوتبول، دي صفه عاديه جدا، جمله عاديه جدا بتصف ان هو بيلعب ايه كويس في لعبه ايه كره القدم، مفيش فيها اي مشكله. طيب احنا عايزين بقى نخليها في المقارنه. يبقى هنا اهو اي ام جود ات مثلا سكواش. طيب نخليها في المقارنه، يبقى هنقارن ان احنا كويسين في رياضه عن رياضه تانية. نقول ازاي؟ اقول لك عن نفسي I am good at playing football، تمام. Then انا هعمل مقارنه دلوقتي. I am better at playing football than، خلاص، I am at playing tennis مثلا. يبقى هنا او than at tennis. يبقى هنا في المقارنة بتقول لي أنا أفضل في الرياضة دي عن الرياضة التانية دي. تاني علشان أنت إيه تهت مني. تاني هنا I am good at squash، أنا بقول لك أنا شاطر في دي. خلاص. طب أنا عايز أقول إن أنا أفضل في السكواش من الإيه التنس. هما قايل لك إيه؟ I am better at squash then I am at tennis. طب تعالى كده الاكزامبل كده يا مستر عشان بس ما انتهش. ماشي اهو I am
good at squash او playing squash. تمام. طب عايزين نقول بقى انا افضل في رياضه من رياضه ثانيه، هتقول لي I am better at squash، انا افضل اهو في السكواش than. طب ليه يا مستر than؟ علشان في المقارنه. تمام. الجود دي في الايه الشكل الاول للصفر، في المقارنه بتبقى بيتر، ده الريجولر فورم شكل غير منتظم لايه للصفه في المقارنه. وهنرجع وهنزل لك ما تقلقش الفيديو اللي يفهم لك الدنيا دي كلها. يبقى I am better at squash than I am at football او at tennis. تمام. يبقى هنا اهو المقارنه ما بين واحد سكواش واثنين التنس، فما تقوليش هنا ما ينفعش تقول لي I am good at squash than I am at tennis، غلط، لان انت هنا بتقارن ما بين حاجه وحاجه اهو سكواش والتنس، يبقى تجيب لي الصفه في شكل في شكلها اللي هو ايه في المقارنه comparative تبقى better. طب مدي لك ايه تاني؟ bad at اهو وحش فيه. خلاص. I am bad at playing football او I am bad at football. طيب خلينا نقول مثلا اهو I am bad at football، ده عادي جدا بتتكلم مفيش مقارنات هنا، انا سيء في خلاص كرة القدم او at playing football مفيش فيها مشكلة. طيب انا عايز اقول انا اسوأ في لعب كرة القدم من لعب مثلا ايه السكواش، هتقول لي I am worse اسوأ at مثلا football than I am at squash. ماشي. اه طب المقارنه هنا ما بين ايه في الصفه الواحده اللي هو ايه السوق، ما بين ايه السوق في ايه هنا في كره القدم والسكواش، بس في واحده اسوأ من واحده، فبقول لك هنا انا اسوأ في دي من دي، يبقى دي الوحشه خالص، يبقى هنا المقارنه في السوق. تمام. ما بين الفوتبول واحد والسكواش اتنين، فما ينفعش تقول لي هنا I am bad at، اقول لك نكمل الجمله برضو فوتبول than I am at squash، اقول لك غلط، انت جبت لي bad في اصلها ودي مقارنه، انت حاجه انت بتقول لي بالعربي كده انا اوحش في كرة القدم من السكواش، يبقى انت بتقارن الوحاشه هنا في ايه؟ ما بين لعبتين، لعبك للعبتين او وحشتك في لعبتين، واحدة أسوأ من واحدة اللي هو إيه؟ كرة القدم والسكواش، فتقول لي I am worse at والحاجة اللي أنت وحش فيها جدا من الحاجة التانية دي. تمام؟ طب تلخيصها بقى إن عندك أصل الصفة لو بتتكلم عادية جدا خلاص اللي هي صفة good at، بتتكلم عن جملة مثلا مفيش فيها أي مقارنة بتقول لي I am good at والحاجة اللي أنت إيه كويس فيها، ووحش I am bad at والحاجة اللي أنت وحش فيها. هتقارن ان انت جيد في حاجة بس هنا افضل في حاجة عن حاجة تانية، هتبقى بيتر في الحاجة ديت than الحاجة التانية. انا وحش في حاجة I am bad at والحاجة دي مفيش اي مقارنة، طب انا اوحش في حاجة من حاجة تانية، خلاص هتقول لي I am، ما تقوليش bad بقى هنا، لا في تجيبها في المقارنة، وده فورم شكل للصفة في المقارنة bad وجود، لازم تحفظه ان جود بتبقى بيتر ذان وباد بتبقى ورث ذان، فتقول لي اي ام ورث مثلا في الحاجه دي اللي انا وحش فيها خالص ذان والحاجه الثانيه، يبقى بيتر ذان ورث ذان لما بتقول انت بتتكلم عن انك افضل في حاجه عن حاجه او اسوأ في حاجه عن حاجه اتنين. بس ده الجزء الخاص بايه؟ باللانجوج فانكشنز، وانتظرني ان شاء الله في الكومبيراتيفز هتبقى الموضوع ابسط من ده،
وده ريجولار فورم هيبقى الاساس طالع من ايه، من الاول تمام. انما دلوقتي انا بتكلم فيها كلانجوج فانكشنز تمام، فممكن تلاقي الايه الموضوع مربك شويه بالنسبه لك. انتظرني ان شاء الله في الكونفرتيفز والسوبرلاتيفز، اتمنى ان انت تكون استفدت في اللانجوج فانكشنز وعرفت الدنيا. عندك البورد اهي، حاول تذاكر اللي عليها وتفهم كل حاجه خلاص. واشوفك ان شاء الله في ليسن 2، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.